السلام عليكم. الفيديو ده بقى هنتكلم فيه عن الارثماتيك اوبريشن او الماثيماتيكال اوبريشنز. تمام، ايه الاوبريتورز اللي احنا بنستخدمهم عشان نجمع ونطرح ونضرب ونقسم وكده؟ طبعا الحاجات البيزك اللي هي معروفة على طول، زي مثلا لو قلت 5 + 6 فعادة الطبيعة النتيجة 11، مفيش اي مشكلة. 5 × 6 30 عادة برضو مفيش مشكلة. 5 × 6 تمام، يطلع رقم أقل من 1. طب لو قلت 6 × 5 يطلع لي برضو رقم أكبر من 1. الفكرة بقى هنا في إيه؟ الماتلاب ضاف لك ميزة كمان، إن أنت في الأوبريشن اللي فاتت ديت كنت لازم تبدل 5 و6، صح؟ يعني قلت 5 × 6 تمام، ورحت جاي مبدلهم عشان أخليها 6 × 5. لا، أنت كنت ممكن زي ما أنت هنا كده كاتب 5 × 6 بس عايز تخليها 6 × 5، فتعمل كده، تعمل ايه؟ تعمل سلاش. طب لما تعمل سلاش تمام، الاوبريشن كده بقت ايه؟ بقت 6 × 5 تمام. لكن لما هاجي اعمل هنا باك سلاش بقت 5 × 6 تمام. دي نقطة برضو ايه حبيت اوضحها. والطرح طبعا زي ما هو معروف، والأس بنعمله ازاي؟ بنعمل علامة الأس اللي هي تبقى شيفت و6 تمام. دي الحاجات البيزك اللي هي بتاعت ايه؟ الماثيماتيكال اوبريشنز. طيب تعال نشوف الكلام دوت بنطبقه ازاي على الاريز، وهل في فرق يعني لما اجي اطبقه على الاريز. طيب تعال نعرف اري. وهنخليها مثلا 3 × 3 هذا اري 3 × 3 تمام. تعال نشوف الاوبريشنز اللي فاتت دي هنطبقها ازاي عليها. زي مثلا ان انا عايز اضرب الاري دي كلها في element، مثلا element زي 2 ينفع؟ اه ينفع عادي، اضرب الاري كلها في 2 تمام. عايز اقسم الاري كلها على 2 تمام، مفيش اي مشكله حتى الان. عايز اخلي الاري دي كلها ارفع كل element فيها ليه؟ لاس 2. يعني انا اللي فات ده كله كنت بعمل ايه؟ كنت كنت بتعامل مع كل element في الاري تمام. يعني كل element يا اما بضرب فيه الاتنين يا اما بقسم فيه على 2، مفيش اي مشكله في كده. طب المشكله هتظهر في لما تيجي تجيب الاس. طب هو كده المفروض هيعمل لي كل element الاتنين؟ الإجابة لأ. الإجابة هنا إن هو هياخد كل الإجابة هنا إن هو هيضرب الأري ديت في نفسها. يعني هيجيب الأري ديت وضربها في أري زيها بالظبط تمام. دي فكرة الأس هنا تمام. طيب أنا عايز مثلا أخلي كل element في الأري زي ما كنت بضرب بقسم، لأ كل element أرفعه الأس. فهنا بقى هنبتدي نختلف. نختلف ليه؟ لأن البرنامج هنا بيميز الأري عن الماتريكس. إيه الماتريكس دي؟ الماتريكس اللي هي المصفوفة اللي أنت بتتعامل معاها في الحقيقة، اللي هي بتضرب صف في عمود عشان تفك المصفوفات. مثلا لو تيجي تضرب مصفوفتين في بعض تاخد صف في عمود وهكذا. طب نفرقهم عن بعض إزاي؟ لو أنا جيت قلت الـ A ديت تمام؟ ضرب مثلا مصفوفة تانية، المصفوفة التانية دي تمام عبارة عن ايه؟ صف تمام. هل ينفع كده انا بضرب ضرب مصفوفات تمام، اللي هو ضرب ماتريسيز مش ضرب اريز تمام، مصفوفات زي اللي انت الضرب اللي بتعمله للمصفوفات الحية تمام. طب هل ينفع تضرب؟ يعني انت بخبرتك كده في المصفوفات ينفع تضرب حاجة زي كده؟ الإجابة لا. ليه ما ينفعش اضرب؟ لان عشان اضرب انا بضرب ازاي اصلا؟ باخد صف اضربه في عمود، وبالتالي عدد الصفوف في المصفوفة ايه تمام لازم يساوي عدد الصفوف يساوي عدد الايه؟ الأعمدة. طب انا ينفع كده ان انا اروح جاي مبدل؟ ما ينفعش. ليه؟
لأنه مش هعرف أفك الأريه، تمام؟ ففي شوية قواعد كده لازم نبقى عارفينها للأريز عشان نقدر نفك. إيه أول قاعدة؟ أول قاعدة إن أنت لو هنا عندك أول صف أهو، تمام، بتاخد الصف دوت تضربه في العمود ده. يعني هضربه في العمود ده ازاي؟ يعني الصف دوت مثلا اول element فيه واحد، لازم هيتضرب هنا فيه اتنين، تاني element اتنين هيتضرب هنا فيه في 14، والتلاتة في 12، تمام كده. انا جبت element في الاري اللي هتطلع ناتج، انت لما تضرب اتنين اري في بعض اكيد الناتج اللي هيطلع لك اري، تمام كده. جبت اول element. طب وبعدين هاخد برضو الصف دوت، تمام، افك بيه في العمود اللي بعديه، جبت تاني element الصف دوت في العمود التالت، جبت تالت element، وهكذا. ففي constraints محطوطة، تمام. طيب نلاحظ ان لو كان عندي هنا صف واحد بس، تمام، صف واحد بس ينفع افك بيه، تمام. ليه هينفع افك بيه؟ لان انا هاخد الصف دوت اضربه في العمود، العمود متكون من 3 element، تمام. ف لازم الاليمنت تكون الاريز تكون متوافقه مع بعض في الدايمنشن، تمام. يبقى لحد الوقت اللي احنا وصلنا له ايه؟ ان انت لما هتيجي تفك الدايمنشن اللي انت بتفك بيه، بناخد صف كده افك بيه بضربه في الاعمده. يعني باخد اول element اضربه في اول element في العمود، وهكذا. فلو انا جيت هنا قلت مثلا عندي ما عنديش غير صفين زي كده، تمام، يعني خدت مثلا الصف دوت شلته، الصف الاخير ده شلته، تمام، مبقاش عندي هنا غير صفين، غير عمودين اسف. فخدت الصف الاولاني اللي هو واحد واتنين بس، جيت افك بيه هنا، فهاخد الواحد اضربه في الاتنين، والاتنين اضربه في الـ14. طب الـ12 دي هضرب فيها ايه؟ مش موجود حاجة، ما انا شلت الصف الاخير، فين هيديني ايرور؟ اقول لي الدايمنشن مش متوافق. طب والحل ايه؟ الحل ان انت لازم الصف الواحد يكون متكون من 3 element، يعني يكون عندي هنا ايه 3 اعمدة، وهنا يكون عندي 3 صفوف، تمام. يعني لازم الحاجة تكون متوافقة. ده بالنسبة للضرب الماتريسيز. طيب في عندي ضرب تاني، في عندك ضرب تاني لو انت عايز تضرب اريز بقى. فبتحط دوت وبتعمل بقى ايه الاوبريشنز بتاعتك، اللي هي علامة الضرب، علامة القسمة، علامة الاس، وهكذا. فانا عايز مثلا اقول لا ده ضرب اريز. يعني ايه بقى ضرب اريز؟ يعني انا هضرب، تعال نرجع نشرح اللي فات ده برضو هنا. يعني هضرب الواحد في الاتنين، والاتنين في الاربعة، والتلاتة في الستة. ده انا مش هفك، لا، انت بتضرب كل element في الاري الاولى في الاليمنت المناظر ليه في الاري التانية. نستنتج من كده ان لازم الاتنين يكونوا متوافقين في الدايمنشن، صح؟ بالظبط. طب هتقول لي لو انا اديت فيكتور، الفيكتور اللي انت هتديه للاري لازم ينفع ان هو ياخده، ينفع الكومبايلر ياخده ويعمل منه اري نفس الدايمنشن بتاعت الايه الاري دي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ملاحظ ان انا عندي 3 صفوف و3 اعمده، حلو جدا. لو انا اديتك مثلا فيكتور عباره عن صف مكون من 3 element، حلو، هتقول لي ماشي، ما انا ممكن اخد الفيكتور دوت واعمل منه 3 صفوف. لما اعمل منه 3 صفوف هستنتج ايه؟ هستنتج ان انا عملت اري 3 في 3، ينفع اضربها في دي، وده اللي الكومبايلر بيعمله هنا لو اديته فيكتور. طب لو اديته فيكتور بقى كولوم اللي هو فيكتور ايه راسي، تمام، هيعمل منه 3 كولمز، كل كولوم فيهم 3 element، وصلت الاري 3 في 3 برضو، تمام. ده اللي الكومبايلر هنا بيعمله. يعني لو ضربت الاي هنا ده كده ضرب اريز. انا بحط الدوت قبل الايه، قبل الايه، قبل علامة الضرب او الاسم. طب هنا انا مثلا حطيت الدوت وحطيت علامة الضرب، ايه اللي فاضل لي؟ اللي فاضل لك بقى هنا ان انت تقول له مثلا ايه الفيكتور او الاري. لو هتحط اري، تمام، يبقى لازم تكون نفس الدايمنشن. لكن لو هحط فيكتور، حطيت واحد، حطيت اتنين، حطيت تلاتة، مفيش اي مشكلة خالص. صف واحد، الصف ده ينفع يعمل منه اري 3 في 3؟ ينفع،
هيضرب عادي كل element في التاني. فاعمل لي array 3 في 3 كل صف فيها عبارة عن 1 2 3. طب لو عدتها برضو بس خليتها ايه كولوم، تمام، هيعمل لي 3 كولوم، كل كولوم 1 2 3، تمام، فينفع يضرب برضو. نفس الحوار بالنسبة للاسم، تمام، بتيجي تشيل بس العلامة، تحط علامة الاسم، ممكن تحط سلاش باك سلاش مش عارف ايه، مش هتختلف برضو، بيعمل نفس الكلام، تمام، اللي هو هيقسم كل element على element المناظر اللي في الاري الاري التاني. طيب في الماتريسيز عندك برضو، وبالمناسبة لو انت عايز ترفع أس، تمام، هنا هيعمل لك array كلها اتنينات، 3 في 3 كلها اتنينات، تمام، ممكن تديله فيكتور ويعمل لك واحد واتنين وتلاتة زي ما اشتغلنا قبل كده، تمام، هيرفع كل element ال array ل أس، بس الأس دوت هيكون ال element المنتظر ليه في ال array دي، تمام، بعد ما ياخد الواحد اتنين تلاتة يعمل منهم array وتلاتة في تلاتة، هيرفع كل element في ال array اللي اسمها ايه لل element المنتظر ليه هنا، تمام، نكتبها بالشكل دوت. طيب اللي انا كنت عايز بقى اتكلم عنه، ودي نقطة كويسة، الترانسبوز. انا عارف ان انا بعمل كده، انا جاي بجيب الترانسبوز بتاع ايه ده اللي خدناه قبل كده، بس قلت حاجة برضو لما اتكلمت عن الترانسبوز قبل كده، قلت ان هو بيبدل لك الاشارة، يعني بيجيب لك الكونجكت لما بتشتغل على ارقام كومبلكس، بيبدل بيخلي الصفوف اعمده والاعمده صفوف، في نفس الوقت بيبدل لي الاشاره بتاعه الارقام بتاعه الايماجينري بارت في الكومبلكس نمبر، يعني بيخلي لي ارقام الكومبلكس يجيب لي الكونجكت بتاعتها، وانا مش عايز حاجه زي كده مثلا، فبتيجي هنا تحط دوت قبل علامه الايه ترانسبوز، تمام، هنا بيعمل لك برده ترانسبوز عادي خالص زي اللي كان بيعمله قبل كده، بس الفرق ان هو مش بيجيب لك الكونجكت بتاعه الارقام الكومبلكس، بيسيبها لك باشارتها، تمام، مفيش اي مشكلة فيه. حاجة بقى اللي انا كنت عايز اقولها، ودي بقى مهمة شوية، في الماتريسيز لما بتيجي تقول له مثلا اسمت، قلنا لو رقم هيقسم بقى ايه على الرقم دوت، لا مش عايز رقم، انا عايز احط له اري تانية، دي بقى بنحتاجها في ايه، تخيل ان انت عندك لينير سيستم، تمام، عندي linear system، يعني ايه linear system؟ تمام، ساوي مثلا 5، جيت بعد كده كتبت معادلة تانية مثلا 2x تمام، عايز احلهم. في طريقة خدناها قبل كده بالماتريسيز، اللي انت تقول له واحد واحد واتنين اربعة، تمام، باخد المعاملات وبقول هنا مثلا اكس واي تمام، باخد الخمسة والستة دول طيب، لو خدت ده فكيته في ده، يعني واحد في اكس زائد واحد في واي هتديني ايه؟ هتديني خمسة، تمام، واتنين في اكس زائد اربعة في واي هتديني الستة. حلو جدا، برضه استفدت ايه؟ استفدت ان انت لو عايز تجيب الاكس والواي هتعمل ايه؟ هتقول لي ده الموضوع بسيط جدا، الخمسة والستة ايه؟ وهاخد الاري على الاري التانية. طبعا احنا ما كناش بنعمل على ديت، امال كنت بتقول ايه؟ الاري ديت اس سالب واحد اللي هو الانفرس بتاع الاري، طبعا حاجة رخمة كده، ايه كان لها طريقة معينة بنحسبها بيها. المهم
احنا ما علينا من موضوع الانفرس. انت الفكرة هنا ان انت كنت تاخد الاري ديت وبتقسمها على الاري دي، صح؟ يعني تروح جاي كاتبها هنا تاني اللي هو اسمه، تمام، اللي هي يعتبر ايه، كأنك ضارب في الانفرس في الطرفين. حلو جدا. طب برضه انا ما عرفتش انا استفدت ايه من الكلام دوت على الماتلاب. الماتلاب بقى بيريحك الحوار ده، انت لا بتعمل له خطوات عشان تحسب انفرس ولا بتهم. انت عندك الاري ديت تمام وليكن بي، تمام، والاري ديت وليكن ايه، تمام. فانت لما هتيجي تقول البي على الايه، تمام، هو ده بقى اللي بيحسبه لك، دي ماتريكس ودي ماتريكس، تمام، فهيرجع لك قيمة الاكس والواي. حلو جدا. طيب لو انت جيت عكست وقلت لا ده الايه هو اللي على البي، هطلع لك ناتج تاني خالص، تمام. فعلى حسب بقى انت بتختار. فدي زي ما قلت اللي هو حوار القسمة في الماتريسيز اللي هو هنا ده اللي هو انا بعمله ده، ما بنستخدمهوش غير في حالة حل المعادلات زي كده بس، ملوش استخدامات تانية بصراحة، تمام. فانا مش هعمله عشان انا مفيش معادلات في دماغي مألفهم يعني، لكن الفكرة هنا عموما هي زي ما انا قلت، بتقسم وتحدد علامة القسمة بتاعتك. ده الماثيماتيكال اوبريشنز اللي انت ممكن ايه تقوم بيها. طيب تعال نشيل بقى الكلام ده كله. هندخل بقى في شوية حاجات كده بتساعدنا شوية. ايه بقى الحاجات دي؟ عندي دالة اسمها صم، تمام، دي بتعمل ايه؟ دي بتجيب لي السمشن بتاعت element array. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا مثلا لو كنت قايل ان انا عندي array زي كده، مثلا، وجيت قلت ليه الدالة ديت ان هي تجمعهم لي، فبديهي ان هي هتجمعهم لي في element واحد، لان هي هتاخد هي بتاخد يا صف كامل تجمعه وترجعه لك في element، تمام، فهتعمل كده على كل الصفوف، يا اما بتاخد اعمدة تاخد عمود كامل تجمعه وترجعه لك في element، فهتعمل كده برضو على كل الاعمدة. فهنا ما فيش غير صف واحد، تمام، فهتاخد كل الاليمنت ديت تجمعها وترجع لك في اليمنت واحد. لكن لو عدت الاري ديت واديته بقى اعمده وصفوف، هنا الوضع هيختلف. تعال نشوف الكلام دوت. ادي عمود، دي صف تاني، تمام. فكده عندي اربع اعمده وصفين. ناخد بالنا هنا هي هتعمل ايه الداله دي. الداله دي لقيت ايه؟ لقيت ان احنا عندنا عمودين واربع اعمده وصفين. فبتيجي تعمل تشيك، اول تشيك بتعمله بتشوف انه دايمنشن مش بيساوي واحد، فبتيجي على اول دايمنشن اللي هو الرو، فبتلاقيه مش بيساوي واحد. حلو، ده اللي هتشتغل عليه. يعني ايه هتجمع روز، تمام، تجمع صفوف على بعض وتجيب لك النواتج ايه في اعمده، اهو جمعت الواحد والواحد رجعت لك الناتج فيه في اتنين وهكذا، فرجعت لي أعمدة ما رجعت ليش صفوف. طيب افرض انا بقى عايز ان انا اقول ايه، عايز ان انا اديها الدايمنشن اللي هي تجمع منه، يعني ما تسيبهاش هي تجمع كده مع نفسها. فبعمل ايه، بسبيسيفاي هنا الدايمنشن، هي بتجمع اوريدي على الدايمنشن واحد، فلا انا عايز اخليها تشتغل على الدايمنشن اتنين، اهو اخدت كل عمود. يعني مثلا عندي كل عمود اللي هو الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، تمام، والعمود اللي تحت والصف اللي تحتيه جمعته على بعضه ورجعت لي النتيجة في عمود، تمام. يبقى هي اشتغلت along dimension 2، تمام، يعني جمعت لي الحاجات اللي موجودة في الدايمنشن 2 على بعض. طيب ده الدالة بتاعت صم. طب هل فيها ميزة كمان؟ اه فيها ميزة كمان، ميزة اللي فيها، ودي بصراحة هي حاجة كويسة مش حاجة وحشة. ايه هي الميزة؟ دلوقتي انا قلت له هنا الدايمنشن، لا ده انا ممكن اقول له انا عايزك ترجع لي الحاجات ديت في فورم ايه، يعني عايزك ترجع لي دبل، عايزك ترجع لي نيتف. ايه نيتف دي؟ نيتف دي هتسمعها كتير في البرمجة،
دي معناها ترجعها لي في الاوريجينال فورم بتاعتها، هتسمع كلمة نيتف كود وحاجات زي كده. المهم لما باجي اقول له هنا نيتف، فانا هنا بقول له لو الحاجات ديت كانت انت رجعها لي انت، لو الحاجات دي كانت دبل رجعها لي دبل، لو فلوت رجعها لي فلوت وهكذا. تمام. لما باجي اقول له هنا دبل ينفع اقول له دبل، وبالتالي مهما الحاجات دي كانت الصيغه بتاع التايب بتاعها ايه، هترجع لي في الاخر دبل، يعني لو كانت انت هترجع لي برضو دبل. تمام. ودي ميزه كويسه. لا ده انا ممكن كمان اقول له يتعامل مع النوت ا نمبر ولا لا، يعني ايه الكلام ده؟ طيب اللي انا بقوله له هنا ايه، لما هو بيجي يشتغل يعمل سبمشن، تمام، فهو باي ديفولت بينكلود النوت ا نمبر. يعني ايه؟ يعني لو ليه النوت ا نمبر في الصف اللي هو كان بيجمعه هيرجع لك النتيجه على طول نوت ا نمبر، لو ليه في العمود اللي هو بيجمعه هيرجع لك النتيجه نوت ا نمبر. هو باي ديفولت بيشتغل ايه، نوت ا نمبر. تمام. فده ممكن يسبب لك مشكله. طب انت عايز ما يشتغلش نوت ا نمبر، فبتقول له بتقول له هنا اوميت نوت ا نمبر. تمام. هو بيعمل ايه؟ مثل ايه النوت ا نمبر، يعني كانه مش موجود. تمام. دي السم فانكشن. تمام. في عندي حاجه تانية بتعمل لي حاجه عكسها. تمام. بتعمل لي ديفرنس، بتعمل لي طرح. بحط هنا برضو الاري، تعال ناخد الاري اللي فاتت. تمام. بحط هنا الاري وبحط هنا، وبعد كده بيعمل لي ايه بقى، هو الديفرنس بيجي برضو يعمل تشيك يشوف انه دايمنشن اللي هو مش بيساوي واحد ويشتغل عليه. تمام. فهيشتغل على ايه، على الروس، او الدايمنشن بيعمل عليه تشيك هو الروس. تمام. هيطرح ازاي، بياخد الواحد بياخد ال، تعال نشرحها هنا. تمام. انت عندك الاليمنت اهي، اليمنت تاني تالت وهكذا الرابع. لو انت هتشتغل على الدايمنشن اتنين يعني على الكولومز، تمام، فالدالة دي بتعمل ايه، اول اليمنت في الاري اللي هترجع لك عبارة عن الاليمنت ده ناقص الاليمنت ده اللي هو اتنين ناقص واحد، ده أول إليمنت هيرجع لك فيه الأري الناتج. تمام. تاني إليمنت بيكون التلاتة ناقص الاتنين. تمام. طب بالنسبة للصف اللي تحت كمان نفس الكلام، خمسة ناقص أربعة، وهنا ستة ناقص خمسة. تمام. نستنتج ايه، نستنتج ان الاري اللي رجعت عدد الصفوف اتنين، نفس عدد الصفوف الاري اللي دخلت، لكن عدد الاعمدة اقل واحد. ونفس الكلام لو انت هتشتغل على الصفوف، هيبقى عندك اربعة ناقص واحد وخمسة ناقص اتنين وستة ناقص تلاتة. تمام. بلاحظ ايه، بلاحظ ان عدد الصفوف برضو قل واحد وعدد الاعمدة فضل زي ما هو. يبقى على حسب الدايمنشن اللي انت هتشتغل عليه الاري اللي هترجع لك الدايمنشن اللي انت كنت بتشتغل عليه يبقى ناقص واحد، والدايمنشن التاني هيفضل زي ما هو. ده اللي الدالة دي بتعمله. تمام. طيب تمام، عشان احط الارقام هي فلما جيت اروحهم قبل صفور. طب في حاجة تانية الدالة دي ممكن تعملها، هنغير الأرقام دي عشان توضح. تمام. طيب في اوبشنز بتاخدها،
ان انت مثلا عايز تطبق الموضوع دوت مرتين، يعني هو هيطرح مره، ادي مره طرحها تمام، وبعد كده يروح جاي بالاري الناتجه، تمام الاري الناتجه يطرحها كمان مره، تمام. هنا بتحط له عدد المرات اللي انت عايز يطبق الكلمه، فانا قلت له هنا ايه مرتين، تمام زي ما انتوا شايفين. لو انا عدت له وقلت له مره واحده، هو باي ديفولت بيشتغل على انها ايه مره واحده، تمام. هو كانه جاب دي الناتج اللي طلع ده واخده وراح جاي مطبق برضو عليه موضوع الطرح ده والتاني، تمام. يبقى ده تاني اول اوبشن هي بتاخده. بعد كده لو انت عايز بقى تقول له لا اعمل لي الطرح دوت على الدايمنشن الفلاني، زي مثلا ان انا هقول له اشتغل على الروز، تمام، لا انا عايزه يشتغل على الكون، وهكذا. بس ده بالنسبة للديفرنس. طيب في عندنا ايه تاني؟ في عندنا دالة بتعمل لي ضرب، بديها برضو array وبتعمل لي ضرب لكل عناصر الصف او كل عناصر العمود، وترجع لي في نفس اللي كانت، نفس الاوبشنز، نفس كل حاجه بتاعت الصم، بس الاختلاف ان هو بيبقى ايه ضرب. يعني بقول له هنا الاليمنت اهو 3، وبعد كده 8، تمام. هيعمل لي ايه؟ باي ديفولت هو هيشتغل على الروز، بيعمل تشيك برضو يشوف اول اليمنت، اول دايمنشن مش بيساوي واحد ويشتغل عليه، هيشتغل على الروز. يعني واحد في 8، وبعد كده 2 في 9، وبعد كده 3 في 7، تمام. نفس البارامترز اللي كانت الصم بتاخدها، هنا الدالة دي برضو هتاخدها. ممكن اقول له الدايمنشن، ممكن اقول له الحاجات اللي هي بتاخدها، فمش هنقعد نعيد عليها، اقعد العب فيها انت ايه براحتك. يبقى دي البرودكت، تمام. وفي حاجة كمان، ان انت لو عندك دالة او عندك array مثلا عايز تضربها كلها في سالب، تكتب الاري وبتحط جنبها سالب، تمام. فماتلاب برضو عامل لك حاجة زيادة اسمها يونري ماينس، بتحط هنا ايه الاري بتاعتك، تمام. وهو بيحط لك كأنك كاتب ايه سالب جنب الاري، تمام. ملهاش لازمة، يعني هي بديل بس عن ان انت تحط سالب وتحط بعديه الاري، تمام. في عندك حاجة اسمها يونري بلس، تمام، بديل عن ان انت تحط موجب جنب الاري، يعني ملهمش لازمة. انت ممكن توفر على نفسك وقت تحط موجب او سالب، توفر على نفسك وقت، لكن دي حاجات برضو ايه موجودة. في عندي ايه تاني بقى؟ نبتدي بقى في شوية حاجات مهمة شوية. زي ايه؟ زي ان انا مثلا اجيب حاجة اسمها المودلس، تمام. لو انت متعرفش يعني ايه مودلس، ففكك من الجزئية دي. ليه؟ المودلس بيبقى ليه استخداماته، اللي بيحتاجه وعايز يدور عليه في اللغة، تمام. هو بيتكتب بالطريقة دي، تدي له الرقمين او الحاجتين اللي انت عايز تجيب ليه المودلس بتاعهم، تمام. هو بيجيب لك ايه المودلس. ولو عايز تجيب حاجة اسمها الريمايندر، بتحط له ايه الرقمين اللي انت عايز تجيب الريمايندر بتاعه، تمام. ده لو محتاج، يعني لو انت اصلا فاهم يعني مودلس ويعني ايه ريمايندر وعايز تعرف بيتجابوا ازاي هنا، تمام. دي الطريقة اللي انت بتجيبهم بيها. الطريقة بقى اللي جاية دي مهمة جدا. ليه؟ سبق وقلت قبل كده ان الانت دوت اللي هو رقم صحيح، صح. طب بما انه رقم صحيح، فانا لما هاجي اقسمه، تمام، النتيجه اللي بترجع لي بتكون انت. يعني ايه انت؟ يعني النتيجه اللي بترجع لك يعني هتكون رقم صحيح برضو. طب الكسر دوت بقى، طب ايه الحل؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا عندي 5 على 6 مثلا، تمام. انا عارف ان هيطلع لي رقم كسري، صح، اقل من 1، حلو. الرقم دوت انا مش هينفع استخدمه. ليه؟ انا عايزه يرجع لي ايه، انا عايزه يرجع لي رقم صحيح. طب هقرب ناحية ايه؟ هنا بقى نبتدي نسمع شوية مصطلحات، تمام.
يعني ممكن ما تلاقيهاش قوي في الماس، بس هي موجودة في لغات البرمجة شهيرة زي فيكس وسيل وفلور وراوند. راوند دوت هو التقريب اللي انت بتستخدمه من ساعة ما اتعلمت حاجة اسمها رياضة، ده نوع التقريب اللي انت بتستخدمه اللي هو الراوند. طيب تعال نفهم الكلام دوت ايه شوية. تعال نقول مثلا عندي 5 على 6، تمام، حاجة اقسمها. تعال نشوف هنا هتساوي ايه. فادي النتيجة، تمام. طيب اقربها لواحد ولا اقربها للزيرو؟ ده سؤال هتسأله لنفسك، اقرب لواحد ولا اقرب للزيرو، وعلى اساس ايه هقرب؟ فهنا عملوا لك شوية مصطلحات. ايه المصطلحات؟ عندك حاجة اسمها فيكس. فيكس دوت تقدر تقول ده بيقرب للزيرو، تمام. يعني بيقرب للزيرو من الاخر كده، هو بيشيل لك الكسر، بيلغيه، تمام. يعني اي رقم صحيح عندك بيشيل لك الكسر اللي جنبه، تمام. ده الفيكس بصرف النظر عن اشارة الرقم، تمام، لان في الاشارة هتختلف معانا كده زي ما هنشوف كمان شوية. الاشارة هتختلف معانا في نوعية التقريب، تمام. فالفيكس دوت تقدر تفهمه كده ان هو بيشيل لك من الاخر كده ايه الارقام الكسرية اللي جنب الرقم بتاعك، سواء موجب او سالب مش بيفرق معايا. ده الفيكس. نيجي نتكلم بقى على اللي بعديه، وده المهم، سيل وفلور. ايه سيل وايه فلور؟ سيل دوت بيقرب ناحية الملا نهاية. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي هنا وليكن الارقام، اقول مثلا هنا الارقام الموجبة، هنا ماشي كده لحد الملا نهاية، وهنا الارقام السالبة ماشي لحد السالب ما لا نهاية، وهنا الايه، وهنا الزيرو، تمام. سيل لو الرقم بتاعي مثلا هنا، تمام، اللي هو 8 من 10 دوت، تمام، فانا بقول سيل. سيل يعني ايه؟ قرب، شوف لي اقرب رقم انتجر ناحية الايه، ما لا نهاية. هتقول لي ايه؟ هتقول لي الواحد، صح، يبقى الواحد. طب فلور دوت بيعمل ايه؟ بيمشي ناحية السالب ما لا نهاية، تمام. فايه اقرب رقم للتمانية من عشرة دوت ناحية السالب ما لا نهاية؟ هتقول لي الزيرو، صح. اذا نتيجة الاوبريشن ديت، لو سيل هتبقى واحد ولو فلور هتبقى زيرو. طب الاشارة بتختلف معايا في ايه؟ تعال نشوف. تعال نقول الرقم دوت طلع معايا مثلا كان هنا سالب، فهيطلع معايا ده سالب 8 من 10، تمام. ادي السالب 8 من 10 هنا، طب هتختلف معايا فيه. لو جيت قلت فلور هقرب ازاي؟ همشي ناحية الملا نهاية، ايه اقرب حاجة ليا؟ الزيرو، تمام. طب لو مشيت فلور يبقى همشي كده، صح، ناحية السالب، ايه اقرب حاجة ليا؟ سالب واحد، تمام. اعتقد كده ايه ده ابسط طريقة تفهم بيها سيل وفلور. تمام، يبقى سيل انا ماشي ناحية الملا نهاية بشوف اقرب رقم ليا ناحية الملا نهاية، وفلور ماشي ناحية السالب ملا نهاية بشوف اقرب رقم ليا ناحية السالب ملا نهاية، تمام. ده سيل وفلور وفيكس. فيكس زي ما قلت لك، ريح دماغك وشيل الايه، رقم الكسري، تمام. فيكس دوت بيشتغل معاك سيل وبيشتغل معاك فلور، يعني فعشان ما تلخبطش نفسك، فيكس بيشيل لك رقم الكسر ويسيب لك الرقم الصحيح جنبه زي ما هو كده، تمام. وفلور بي ايه بيقرب ناحية السالب مية، والسيل بيقرب ناحية الملا نهاية. الراوند بقى، الراوند دوت هو التقريب اللي انت بتستخدمه في حياتك اليومية، وبتستخدمه من ساعة ما اتعلمت ايه، رياضة.
ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت عندك من اول نص وانت طالع، تمام، التقريب بتاعك بيكون ايه؟ واحد. واقل من النص يعني من اول، وانت مثلا عندك الكسر دوت سوي نص، تمام، او اكتر من النص، 6 من 10، 7، وهكذا. فالتقريب بيبقى ايه؟ واحد. طيب لو اقل من النص، ان شاء الله حط حاجة بسيطة، 4 من 10 وتسعة وتسعين، 199، هيتقرب برضو لإيه؟ لزيرو. ده الراوند، تمام، ده التقريب اللي انت بتقرب عليه ساعة ما اتعلمت ايه؟ رياضة. فهنا ده بيعمل لي نفس الكلام اللي انا قلته دوت بالظبط، تمام. بحط له هنا الحاجتين اللي انا عايز اقسمهم على بعض، فلازم يكون واحد انت، ما ينفعش تحط له اتنين دبل لان ملهاش معنى، تمام. ممكن احط له array انت مثلا او حاجة انت، تمام، والحاجة التانية ايه؟ دبل، الحاجة اللي انا هقسم عليها دبل مثلا، مفيش مشكلة، لكن لازم واحد من الاتنين يكون انت، والا لو انت حطيت الاتنين دبل النتيجة المفروض هتطلع دبل اللي هي ارقام كسرية، فايه المعنى يعني من ان انت تستخدم i divide، تمام. فبحط له هنا الحاجة اللي انا عايز اقسم عليها، تمام. طيب بس كده دي الدبل يعني ما تنفعش. طب والحل ايه؟ قال لك لا، لازم تبقى انت. طب وهعملها انت ازاي؟ زي ما اتكلمنا قبل كده، انت مثلا 8. طيب كده انا حولت لايه؟ لاري انت، تمام. تاني حاجة، الحاجة اللي انا هقسم، ممكن احطها دبل، ممكن احطها اري انت تانية، ممكن احطها اي حاجة ايه انا عايز. المهم ان انت لو هتحطها دبل فلازم تكون دبل سكيلر، يعني تكون حاجة سكيلر ما تكونش اري، تمام. اقول مثلا الاتنين، هنا هو هيستخدم الفيكس المفروض، تمام. طب لو انا عايز اديله اوبشنز واقول له ايه؟ فهنا ايه؟ حط له الرقم زي ما احنا متعودين، وباجي اقول له كمان استخدم بقى ايه في التقريب، سيل فلور زي ما قلت باي ديفولت هو شغال فيكس. ممكن تقول له مثلا هنا ايه؟ سيل، تمام، ممكن تقول له فلور، ممكن تقول له راوند، ممكن تقول له اي حاجه، تمام. ده بالنسبه لايه؟ اي ديفايد. في عندي حاجه تانية، وهي ايه؟ بدل ما انا بقسم انت على انت وعايز التقريب يكون مثلا سيل فلور مش عارف ايه، لا انا معايا اصلا ارقام كسريه وعايز اقربها اوريدي، يعني مش هقسم حاجه على حاجه، لا انا عندي اوريدي ارقام كسريه وانا عايز اقربها. فعاملين لك برضو السيل والفلور والحاجات ديت كدوال لوحدهم كده، انا هدخله مثلا رقم 55 اي حاجه وهو يعمل لي سيل لي، تمام، او ادخله الرقم دوت واقول له فلور، تمام، او تقول له راوند، راوند زي ما قلتها قبل كده، تمام. راوند لو انا دخلت له ديت 4 مثلا من 10 هيرجع لي 1 المفروض. فراوند ليها برضو اوبشنز تانية، بس انا ما بستخدمهاش، اللي هو تقول له عدد العلامات العشرية ومش عارف ايه، لا انا بفضل اسيبها زي ما هي كده، ايه، ما بلعبش فيها، هي كده كويسة. يبقى ده كده ايه بالنسبة لشوية الحاجات دول بتحتاجهم كتير في عملية التقريب. طيب في عندي بقى ايه تاني؟ تعالى مثلا نقول ان انا عايز اقارن شوية ارقام ببعض. يعني ايه اقارن؟ يعني انا مثلا عندي 5، عايز اقول 5 دي اكبر من 6. السؤال هنا، هل 5 اكبر من 6؟ الاجابة لا، فالنتيجة هترجع لي فولس، تمام. طب عايز اقول 5 اكبر من او بتساوي 6، هل 5 اكبر من 6؟ لا. طب هل 5 بتساوي 6؟ لا برضو، فالاجابة فولس. طب لو جيت قلت له مثلا 5 اصغر من 6، ترو. طب الخمسة أصغر من أو بتساوي 6؟ 5 بتساوي 6؟ لأ، بس الخمسة أصغر من 6 فرجع له 1، تمام. طيب إيه بقى الفكرة هنا؟
الفكرة إن الحاجات دي أنت بتستخدمها في المقارنة، فأقدر أقول مثلا الخمسة بتساوي ستة فبكتبها بالطريقة دي، تمام هيرجع لي فولس. طب هل خمسة مش بتساوي ستة؟ بتكتبها إزاي؟ حرف الزاي في الكيبورد عندك، تمام، دوس شيفت ودوس عليه، دي علامة الإيه؟ النفي. طيب بستفاد إيه بقى من الكلام دوت؟ بستفاد في عملية المقارنة عشان أرجع النواتج لوجيكال، تمام، يا ترو يا فولس. طب ايه تاني بقى عندي؟ عندي دالة بتعمل لي مقارنة اسمها is equal، بدي له مثلا هنا تدي له حاجتين وهو بقارنهم لك مع بعض، مثلا المفروض يرجع لي ايه؟ false، لان خمسة مش بتساوي ستة، وهكذا. تدي له مثلا اتنين variable من نوع logical مثلا واقارنهم لك ببعض وهكذا. طيب في عندي بقى ايه تاني؟ عندي حاجة is equal ديت برضو انت ممكن تدخل لها اتنين arrays ويقارنهم لك ببعض، يعني انت اكيد مش هتستخدمها على اتنين variable يعني بالعقل، هتستخدمها على اتنين arrays قارنهم لك ببعض. بس فيها مشكلة. ايه المشكلة؟ لو لقي نوت a number في واحدة من الأري، حتى لو في الأري التانية موجود نوت a number برضو، تمام، يعني الاتنين، يعني نوت a number هنا موجود في البوزيشن واحد واحد وفي الأري التانية موجود في البوزيشن واحد واحد، يعني موجود هنا وهنا، هيديك برضو ايه؟ زيرو، تمام. طب عشان أحل المشكلة دي تكتب هنا وتحط له ان، يعني معناها هنا ان لو ليه نوت ا نمبر بيرجع لك ايه؟ ترو، تمام. ده بالنسبه ليه للداله دي، تمام. نيجي بقى نتكلم عن ايه تاني؟ نتكلم بقى عن أند. دلوقتي لو أنا عندي اتنين أريز، تمام، والأريز ديت أنا عايز أقارنهم ببعض، هتقول لي ماشي استخدم is equal، أقول لك تمام، بس أنا مش عايز أعمل كده. أمال أنت عايز تعمل إيه؟ أنا عايز أطبق أند أوبريشن على الاتنين أريز، يعني عايز تحكم أكتر من كده. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا مثلا لو جيت قلت عندي أري هنا، والأري دي مكونة من الآتي true false تمام، وعندي array تانية وعايز اطبق اند اوبريشن على الاثنين اري دول، اطبقها ازاي؟ اطبقها كده. ايه اللي عمله بقى هنا؟ عندي هنا ترو فولس، هيرجع لي ايه؟ فولس فولس، ترو هيرجع لك فولس برضه، ترو وترو لازم يرجعوا لك ايه؟ ترو. يبقى هنا اند بتعمل لي ايه؟ لازم الاثنين يكونوا ايه؟ ترو، عشان يرجع لك ايه؟ واحد، او يرجع لك ترو. يعني ممكن تطبق اور، اور معناها ايه؟ معناها ان انت لازم واحد من الاتنين على الاقل يكون ترو، عشان النتيجة ايه؟ ترجع. يعني لو عندي ترو ترو هيرجع لك ترو عادي، ولو عندك ترو فولس هيرجع لك ايه؟ ترو، لكن لو عندك فولس وفولس هيرجع لك ايه؟ فولس، تمام. فدي الحاجات اللي عندنا اند و اور. طيب في عندي برضو حاجة اسمها XOR، هي يعني فكرتها غريبة شوية. فكرتها ايه؟ فكرة XOR ان انت لازم الاتنين يكونوا واحدة ترو وواحدة فولس عشان يرجع لك ترو. لو الاتنين ترو هيرجع لك فولس، لو الاتنين فولس هيرجع لك فولس برضو، لازم واحدة ترو وواحدة ايه؟ واحدة فولس. طب بكتب XOR ديت ازاي؟ بكتبها كده،
بديله هنا الحاجة تمام، مثلا true و false. هو المفروض ان احنا بنديله ايه arrays بس ماشي تمام. فهنا المفروض هو يرجع لي true تمام، لو انا مديله true true هيرجع لي false تمام، ولو مديله اهو لو اديته هنا true المفروض يرجع لي false اهو، لازم true false عشان يرجع لك ايه true. ده الاكسور طبعا بتدي له arrays، اكيد مش هتجربه على قيمتين يعني تمام. عندي برضو حاجة بتعمل لي نفي، يعني مثلا ايه، انا عارف ان 5 و 5 اصغر من 6، فالمفروض النتيجة دي هترجع لي false، فانا ممكن انفيها. انفيها ازاي كده؟ نفيتها خليتها true تمام. دي حاجة برضو من الحاجات اللي انت ايه هتستخدمها. في عندي حاجة اسمها all، all دي بتعمل لي ايه؟ قول دي بتقارن كل الاليمنت في الاري تمام. لو الاري كلها ما فيش فيها زيرو واحد تمام، بترجع لك واحد. يعني مثلا لو اديت اري كلها وحيدة اهي تمام، فالمفروض هترجع لي واحد. طب افرض في زيرو واحد بس، زيرو واحد بس كفيل ان هو يرجع لك ايه زيرو. طب في حاجة تانية بقى، دي بتعمل لك ايه، بتعمل لك اند تمام، تعمل لك اند مع الواحد حلو. وبالتالي لو الاري كلها لو الاري كلها وحيد هترجع لك واحد، لو الاري فيها زيرو واحد بس هترجع لك زيرو. طب افرض مثلا انا عايز اعمل اور تمام، بدل اور بدل ما اعمل اند تمام، هتطبق نفس الفكره ديت بس هخليها اور بدل اند، تعملها باني تمام. نفس الفكره بتاعت اور بس بدل ما بيعمل يعني اند بيعمل اور تمام. فعندي هنا واحد وواحد وواحد اهو، اللي انا زيرو تمام. بالطريقة دي المفروض ان انت متوقع ان هو هيرجع لك زيرو، لكن هو هيرجع لك واحد. ليه؟ هو هنا بيتشيك يشوف الاري هل فيها وحيد. لو الاري كلها صفار هيرجع لك زيرو، لو الاري فيها وحيد وفيها صفار هيرجع لك واحد. هو ان هو بيعمل هنا اور تمام، يبقى دي اور واني. في عندك حاجة اسمها find، يعني دي بيعمل لك ايه، دي بيرجع لك الاندكس بتاعت الاري اللي هي مش بس العناصر الاري اللي هي مش بتساوي زيرو. ده مثلا 5 6 0 مثلا، هرجع لي الاندكس بتاع الخمسة والستة تمام، اللي هو 1 و2. دي find يعني. في عندي ايه تاني، عندي بقى حاجة اسمها يعني ان انت مثلا عندك 2 كونديشن تمام، انت بتعمل لهم اند اوبريشن. بمعنى عندي 5 اكبر من 6 تمام، فباجي اعمل هنا اند واقول، وهنا مثلا 6 أصغر من 5 حلو. هنا بيرجع لي نتيجة وهي زيرو تمام، وهنا بيرجع لي نتيجة زيرو برضو. أنا هغيرها تمام، هنا بيرجع لي نتيجة اللي هي واحد. فزيرو واحد المفروض أنا لما أطبق عليهم أند أوبريشن يرجع لك إيه، يرجع لك زيرو تمام. لو طبقت أور هيرجع لك ايه، هيرجع لك واحد تمام. طبعا اند اللي احنا كنا بناخدها قبل كده ممكن تكتبها اند كده برضو، تدي له الاثنين بارامتر تمام، بس يعني تختصر وقت يعني وتروح جاي عاملها كده اريح لك يعني تمام. يبقى دي الحاجات الموجودة في اللوجيكال والماثيماتيكال اوبريشنز اللي موجودين. كان في اللوجيكال برضو اللي احنا خدناها قبل كده لما كنا بنعرف اللوجيكال فاريبل، وفي از لوجيكال اللي هو بتشيك على الفاليو يشوفها من نوع اللوجيكال ولا لا.